السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معلمي وموجهي التعليم الفني بالمدارس الفنية المطبق بها منظومة الجدارات المهنية الجديدة TE2.0. برحب بحضراتكم في الحلقة الإسرائيلية الأولى الخاصة بمنهجية الجدارات اللي هنتكلم فيها إن شاء الله عن الإطار العام للوحدات ومنظومة التقييم والتحقق. معكم الدكتور السيد حامد، خبير مناهج ومدير الجودة بقطاع التعليم الفني بديوان عام الوزارة. أهلا وسهلا بحضراتكم، إن شاء الله تكون حلقة كويسة ونقدر نوصل فيها مفهوم يعني إيه الجدارات ومنظومة التقييم ومنظومة التحقق الداخلي والتحقق الخارجي. هنبدأ إن شاء الله النهاردة بالحلقة الأولى، هي خاصة بالإطار العام لوحدات برامج التعليم الفني. عشان نبدأ أو قبل ما أبدأ في منظومة الجدارات، فلازم نعرف إن في مادة خاصة بالدستور المصري اللي هي خاصة بالتعليم الفني، اللي هي في ضوء المادة دي إن احنا بدأنا نطور فيها التعليم الفني وفق منظومة الجدارات وفي ضوء رؤية مصر 2030. إن الدولة بتلتزم الدولة بتشجيع وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني والتوسع في كافة نوعياته، طبعا نوعياته سواء كان صناعي أو زراعي أو تجاري أو فندقي، وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. طبعا في منهجية الجدارات احنا بنعتمد على متطلبات سوق العمل، بنشوف ايه سوق العمل محتاج ايه من البرامج واحنا بنعمل البرامج ده في ضوءها. فرؤية مصر 2030 في ثلاث أهداف استراتيجية خاصة بالتعليم الفني. رؤية مصر زي تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم الفني، تحسين جودة نظام التعليم الفني والتدريب المهني بما يوافق النظم العالمية، إتاحة التعليم للجميع دون تمييز. أهم ركيزة من الركائز اللي احنا نحقق بها التلات أهداف الرئيسة اللي هي خاصة بتطوير المناهج، وده بالفعل قطاع التعليم الفني وفق توجهات الأستاذ الدكتور نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني والأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم الفني، بدأنا بالفعل بتطوير البرامج. بدأنا ب 36 برنامج بكافة النوعيات، صناعي وزراعي وتجاري وفندقي وفق منهجية الجدارات، وبدأنا بالفعل نشتغل فيها. فإحنا هندي فكرة عامة عن الجدارة، يعني إيه جدارة؟ يعني إيه تقييم؟ يعني إيه تحقق؟ يعني إيه معايير أداء؟ يعني إيه مخرجات التعلم؟ عشان نقدر نوصل المفاهيم دي بكل بساطة. فالفكرة بتاعتنا اللي هي اللي هنتكلم فيها النهاردة اللي هو الإطار العام لوحدات البرنامج. إحنا عندنا البرنامج اللي هو الطالب اللي بيدرسه في المدرسة، ده بيتكون من ايه؟ عبارة عن ايه؟ ايه هي مكوناته؟ فعشان قبل ما اخش في مكوناته لازم اعرف او اتعرف على مجموعة من المفاهيم، وهي اول حاجة مفهوم الجدارة. طبعا اللي هي الاهداف الجلسة بتاعتنا اللي هي بتكلم عن تحديد مفاهيم الجدارة، تحديد مكونات البرنامج، انواع ادلة التعلم، ازاي اقدر اخطط الدرس وفق منهجية الجدارات، طبعا كلا في مجال التخصص. أنا عندي هنا أربع مفاهيم رئيسة لازم أعرفها، اللي هي عندي الجدارة، يعني أعرف يعني إيه الجدارة، يعني إيه المنهج الدراسي، المنهج القائم على منهجية الجدارات، التقييم الخاص بمخرجات التعلم ومعايير الأداء. دول من المفاهيم المهمة جدا اللي إحنا المفروض أن نعرفها. أول حاجة مفهوم الجدارة اللي هي بيسموها هي الكومبتنس. الجدارة بمفهومها البسيط عبارة عن أو هي مزيج بين ثلاث حاجات، اللي هي السكيلز اللي هي المهارة والمعرفة والبيهيفير اللي هو السلوك. يعني الطالب أو الخريج لازم يتوفر فيه ثلاث حاجات مهمة، يكون عنده المعرفة ويكون عنده مهارة ويكون عنده السلوك. أو زي ما احنا بنقول إمتى يكون الطالب يكون جدير؟ الطالب يعتبر الطلاب جدير إذا استطاع باستمرار تطبيق المهارات والمعارف بما يتوافق مع معايير الأداء. يعني ببساطة
الطالب أو خريج التعليم الفني عشان يكون جدير ويقدر يشتغل في سوق العمل لازم يكون فيه عنده معرفة ولازم يكون عنده المهارة، وده كله بيتم من خلال إيه؟ سلوك معين. ده من ساعتها بنقول الطالب ده فعلا كومبيتنس، أو الطالب دوت عنده الإيه؟ الجدارة، أو إن هو طالب جدير. طيب المنهج بقى اللي هو القايم على مفهوم الجدارة ده بيقوم على المهارة. يعني أنا مش الفكرة أو الفرق بين اللي هو التعليم اللي كان التقليدي اللي احنا شغالين بيه والتعليم القائم على الجدارة، إن التعليم القائم على الجدارة بيركز قوي قوي على المهارة، ما بيركزش. إنما النظام القديم كان بيشتغل على، أو النظام التقليدي بيشتغل على المعرفة، إن الولد يكون عارف. إنما الفكرة إن هو لازم يكون الولد عنده براكتس، يقدر يأدي المهمة بتاعته أو الواجب أو الدوتي بتاعه عن طريق إيه؟ مهارة. لازم يكون في عنده مهارة في أدائها. وده اللي هنتكلم عليه في الشرائح اللي جاية. فإذا يؤكد المنهج القائم على الجدارة على ما يتوقع أن يقوم به المتعلمون بدلا من التركيز على ما يتوقع أن يعرفوه. يعني هو هنا بيركز على إن اللي يتوقع ما يقوم به أكتر ما يركز على ما اللي هو إن هو يعرفه، يعني بيركز على المهارة أكتر ما يركز على المعرفة. المنهج بقى بالنسبة للمنهج الدراسي، احنا طبعا المنهج الدراسي وهنعرف الفرق بين المنهج الدراسي الحالي والمنهج الدراسي القائم على مفهوم الجدارة. المنهج الدراسي طبعا ليه مكونات، سواء كان ليه أهداف وفي مصادر تعلم وفي طرق وأساليب تدريس، الكلام ده كله ده جزء من البرنامج الدراسي اللي احنا اللي هو المطور اللي احنا شغالين بيه في مدارس التعليم الفني المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية. طبعا هنتكلم عن البرنامج، انا دايما عمال اقول البرنامج الدراسي. البرنامج ده عبارة عن ايه؟ البرنامج عبارة عن وحدات جدارات. يعني ايه؟ يعني المنهج الدراسي بيتضمن كل ما هو مطلوب من مواد التعليم والتعلم والتقييم. يبقى انا عندي ثلاث حاجات مهمة جدا، وفي فرق بين التعليم والتعلم والتقييم والتقويم. يبقى انا عندي هنا المنهج بيركز على ثلاث عناصر رئيسية اللي هي عملية التعلم والتعليم والتقييم. الثلاث عناصر دول اللي هم لازم هيكون متوفرين عندي في اي برنامج. طبعا كل البرامج الدراسية لها اطار عام واحد، احنا اشتغلنا في الاطر، ده اطار كلنا ماشيين فيه وهنقول بتكون من ايه النهارده في حلقتنا ده، بس بيختلف حسب كل تخصص من التخصصات وكل نوعيه من النوعيات. يعني هو اطار واحد احنا هنتكلم عنه وهنعرف بيتكون من ايه، عشان ده الف ب في منهجيه الجدارات. كل معلم التعليم الفني والموجهين ان شاء الله، لان في المراحل اللي جايه هيتم تطبيق وتعميم التجربه على مدارس جديدة بإذن الله. احنا دلوقتي حاليا شغالين في 105 مدرسة على مستوى الجمهورية بكافة النوعيات، وهنبدأ نطبق في المرحلة الجديدة إن شاء الله 300 مدرسة كمان. فبالتالي لازم يكون عندنا خلفية وعندنا في عارفين ايه هي المفاهيم، كل المفاهيم المرتبطة بمنظومة الجدارات. الموضوع سهل وبسيط جدا، وانا شايف ده توجه جميل لعملية تطوير التعليم الفني في الأيام الجاية إن شاء الله. ده بالنسبة للمنهج الدراسي. طيب ايه بقى المنهج القائم على منهجية الجدارات اللي هو البيست كومبتنس؟ منهج يركز زي ما قلت على ما يتوقع من المتعلمين القيام به من جدارات لمهنة معينة. طبعا انا عندي مهن كتير سواء كان في بكافة النوعيات، فبالتالي فهو بيركز على المتعلم ويتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للمتعلمين والمعلمين والمجتمع. الأول كان ممكن احنا بنفتح برامج أو كنا بنسمي برضو، لازم نفرق بين دلوقتي بين كان في النظام التقليدي بنقول عليها مادة، إنما هنا هنقول عليها برنامج. خلي بالنا بس إيه من المصطلحات دي، لازم نبدأ نفرق بينها. والمقررات بتختلف، هي عبارة عن مجموعة من الأول بنقول عليها اللي هي الوحدات. فطبعا سوق العمل بنشوف زي ما قلت بيحتاج ايه، واحنا بنعمل البرنامج بيتم عمل البرنامج في ضوء احتياجات سوق العمل. ده بيوفر للطالب عندي فرصة عمل،
يعني في تخصصات دخلت جديده وفي برامج دخلت جديده في كافه، سواء كان في التعليم الصناعي وهتكلم عنها، في التعليم الزراعي زي مثلا الزراعه المطريه، البيئه او البيئه الصحراويه، انتاج التمور. وده على فكره يعني في محافظه، مثلا محافظه الوادي الجديد، بنشوف الاقسام والبرامج اللي هي بتتوافق مع المجتمع ومع الاحتياجات اللي هي المجتمع عاوزها. يعني في الوادي الجديد في مشهوره مثلا بانتاج التمور، فبتم فتح في التعليم الزراعي في برنامج خاص بانتاج التمور والصناعات الغذائيه. في مثلا الوادي الجديد خاصه بالزراعه المطريه، فبتم عمل برامج وفقها. بالاضافه طبعا لبرامج التعليم الفندقي زي مثلا برنامج فني طاهي، فني مطعم، فني اشراف غرف، بالاضافه في تخصص جديد خاص بالبريستا. في تخصصات وبرامج، هنقول بقى مش هنقول تخصصات، هنقول بقى برامج خاصه بالتعليم الصناعي، ودي عددها يعني اللي احنا بدانا فيها حاليا اللي موجود يعني 16 برنامج على ما اعتقد. البرامج دي مثلا زي ترك الفني اجهزه الكترونيه، فني صيانه واصلاح السيارات، فني تبريد والتكييف. بالإضافة في فتح، تم فتح زي أعمال التشطيبات وأعمال البناء، في تخصصات وبرامج جديدة. التعليم التجاري برضو عندي في 4 برامج زي فني كاتب حسابات، فني مبيعات، فني سكرتير، فني تأمينات. دي بالإضافة إلى البرنامج اللي هو مدخل بيانات، دي بالبرامج الجديدة اللي بيتم عاملها حاليا بقطاع التعليم الفني مع الإدارة العامة للتعليم التجاري. ده المنهج القائم على منهجية القطارات. طيب أنا قلت البرنامج عبارة عن مجموعة من الوحدات، الوحدة كلمة وحدة، البرنامج عبارة عن مجموعة وحدات، الوحدة دي عبارة عن أصغر مكون من مكونات برنامج التعليم أو برامج التعليم الفني. عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة من المعارف والمهارات المرتبطة اللي هي بنسميها الجدارات، ويمكن أن تقيم بشكل مستقل. يعني هنا عملية التقييم واللي هنتكلم عليه في المراحل اللي جاية، التقييم مختلف تماما، التقييم القائم على منهجية الجدار مختلف عن التقييم التقليدي. فالتقييم هنا بيتم عن بيكون بكل وحدة على بشكل مستقل. أنا ممكن أصور الوحدات زي ما أنتوا حضراتكم شايفين بشكل لبنات صغيرة زي الطوب الصغير كده، كل واحدة متركبة على الواحدة التانية. بنقول الوحدات دي هي لبنات بناء أي برنامج تعليم فني. بتتضمن إيه بقى؟ بتتضمن المستوى وقيمة الساعات المعتمدة للتدريس، لأن أي برنامج ليه عدد ساعات تدريس معينة، ده الولد أو الطالب بيدرسها خلال 3 سنوات. طبعا بتحتوي على المهارات والمعارف ذات الصلة، دي هي الوحدات، يعني لازم تكون مرتبطة بالمعارف والمهارات. أي وحدة بتقوم على أساس الواجبات أو مجموعة من الواجبات اللي هو هيأديها الطالب. كمان في حاجة إن هي يمكن أن تقوم على الجدارات الرئيسية والفنية، دي بالنسبة للجدارات. تصف معايير الأداء، وهنتكلم في الشرايح اللي جاية عن يعني إيه معايير أداء، يعني إيه مخرجات تعلم. طبعا الوحدات بتتضمن معلومات حول مداخل التعليم والتعلم، برضو عن الموارد المطلوبة والتقييم وأدلة التقييم. ده باختصار يعني إيه وحدات. يبقى هي هتكون مرتبطة بالمعارف والمهارات، مرتبطة بالموارد اللي هي الخامات بقى والحاجات بتاعتنا اللي الولد هيشتغل بيها، لازم يكون عليها عمليات تقييم، وليها حاجة كمان أدلة التعلم. الوحدات دي إما بنيجي نجمعها سويا، كل مجموعة وحدات بتشكل مقرر. كل اللي احنا كان في النظام الاولاني كان عباره ابواب، الباب الاول في الكتاب، الباب الثاني، الباب الثالث. لا هنا مختلف، هنا هيكون نظام وحدات، كل مجموعه من الوحدات بتشكل لي مقرر. المقرر ده بنقول على مجموعه من وحدات من نفس الموضوع بمستويات مختلفه، لان بتنقل فيها الطالب من مرحله الى مرحله ثانيه. طبعا الكلام ده بموجب الاطار الوطني للمؤهلات الجديد ان شاء الله هيتم منح شهادات رسميه بانجاز الوحدات، وده اللي موجود وهنتكلم عنه في لائحه التقييم والتحقق، الشهادات اللي بيحصل عليها خريج مدارس التعليم الفني وفق منهجيه الجدارات، وده هيحصل فيها الطالب على شهاده انجاز بالوحدات اللي هو التزها، وشهاده تانية خاصه بالدرجات اللي هو هيلتحق بها بالتنسيق للكليات. عشان بس احب اطمن
ابنائنا الطلاب بالمدارس الفنيه المطبق بها منهاج الجدارات ان شاء الله، وده هنتكلم عنه، ان هو بيحصل على شهادتين، في شهاده خاصه بان هو اجتاز وحدات البرنامج الجدارات، ودي بتنفعه في سوق العمل، وبياخد في بورتفوليو اللي هو الشغل بتاعه اللي اشتغله على مدار 3 سنين، ده في جميع الادله اللي هي بتثبت ان هو فعلا كومبيتنس جدير ان هو يقدر يلتحق بسوق العمل، دي السي في بتاعه. وفي نفس الوقت بياخد تاني اختبار اللي هو هيحصل فيه على مجموعه من اللي بيحصل فيه الدرجات اللي هيبدا بقى ينسق ان هو كان عاوز يلتحق وفق الالتحاق بالتعليم العالي ده وفق الدستور، ان احنا ما نقدرش نمنع ان طالب ان هو يكمل. ده بالنسبه ايه، حبيت اوضح المعلومه دي لابناء الطلاب ونطمنه. عشان اجي اطور برنامج تعليم فني لازم اطور معايير المؤهل المرتبطه بيه. طيب احنا هنحددها في ثلاث حاجات. ايه هما؟ اول حاجه مخرجات التعلم اللي هي outcomes learning، ومعايير اللي هي الاداء performance standards، وعندي اللي هي متطلبات الادله. اول حاجه يعني ايه مخرجات التعلم؟ كلمه مخرج تعلم اللي هو outcome learning ده أو عبارة عن جملة بتخبر الطلاب بدقة ما ينبغي القيام به. وهنا بنيجي نقول ما ينبغي، مش ما يجب، يعني إن هو الحاجة اللي هيقوم بها اللي هو المخرج التعلم ده أساس عندي في الوحدة. يبقى احنا اتكلمنا البرنامج، اطلع من البرنامج، بعد كده الوحدة دي عبارة عن مجموعة من مخرجات التعلم، وهندي اكزامبل على شكل مخرج التعلم. فكلمة مخرج تعلم دي جملة بتخبر الطالب بدقة ما ينبغي هيعمل ايه. تاني حاجة بتشتق من الجدارات الموجودة بإطار تصميم المنهج. يعني احنا اول ما بدأنا عملنا فيه حاجة اسمها إطار عام. الإطار العام ده فيه مجموعة من المعارف قلنا والمهارات اللي المفروض الولد يكتسبها، فعشان اعمل مخرج تعلم هيكون في ضوء الاطار اللي تم تصميمه، بتشتق من الجدارات الموجوده بالاطار التصميم. طيب عشان ابدا اعمل مخرج تعلم، اول حاجه هو المخرجات عباره عن او بيتم اعدادها في 3 مراحل. اول حاجه مرحله الاعداد، تاني مرحله التنفيذ، ثالث حاجه مرحله راجع. يعني هنا ممكن احط مخرج تعلم في عملية الاعداد، مثلا انا هطلب من الولد ان هو لو في قسم فني زخرفة وديكور ان هو يعني مثلا هيدهن حائط، ففي مرحلة الاعداد ان هو يبدأ يجهز السطح اللي هيبدأ يدهنه في عملية مثلا تنظيف السطح عشان يبدأ يشتغل فيها، دي بنسميها مرحلة الاعداد. لو مثلا في الطالب في مثلا التعليم الزراعي منتجات ألبان، هيبدأ يجهز يعد الألبان الأول عشان يبدأ مثلا يصنع منها عملية الزبادي، دي لازم نعمل مخرج تعلم، ده في اللي بنسميه في الأول مخرج، ده مخرج الإعداد. الخطوات اللي بعد كده في المخرجات التعلم اللي هي التنفيذ اللي يبدأ يشتغل فيها، بعد كده اللي هي آخر مخرج خالص اللي هو بتكون عبارة عن اللي هي خاصة بالمراجعة والتقييم. يبقى أنا عندي 3 مراحل بيتم فيها إعداد مخرجات التعلم. مثلا كتابة مخرجات التعلم اللي قدامنا دلوقتي، زي أنا دلوقتي مصنفهم في 3 المراحل اللي هي مرحلة الإعداد ومرحلة التنفيذ ومرحلة المراجعة. زي ما قلت مثلا يعد الأسطح للطلاء، ده إيه؟ ده إعداد يبدأ الطالب فيها هنا يعد الأسطح لعملية الطلاء. بعد كده يقوم بالطلاء باستخدام الفرش، ده عملية تنفيذ. في مخرج تعلم كمان يخزن الأدوات والمواد بعد الاستخدام، دي برضو تنفيذ. رابع مخرج يقيم عمليات ونتائج طلاء الأسطح، دي عملية أو مرحلة المراجعة. عشان أبدأ أكتب مخرج تعلم، وطبعا ده المخرجات already كده كده موجودة عندك في البرنامج، احنا بس أنا لازم برضو أديك فكرة المخرج التعلم ده اتكتب إزاي أو اشتغل، لازم يكون عند حضرتك فكرة كاملة عن كتابة المخرج. يبقى اول هنا بيتم في 3 مراحل، مرحله اعداد ومرحله تنفيذ ومرحله المراجعه، وزي المثال الموجود قدامنا دلوقتي اللي هو عمليه اللي بيتم فيها مخرج التعلم. طيب
هنقول برضو شكل بعض الأمثلة الخاصة بمخرجات التعلم. يجب أن يكون الطالب قادرا على أن واحد مثلا لو بتكلم عن التعليم الفندقي دي مرحلة الإعداد قادر أن يخطط وجبة مكونة من 3 أصناف، ده يعتبر مخرج تعلم. ممكن نقول برضو اكزامبل تاني خاص بالفني زخرفة وديكور، يجب أن يكون الطالب قادرا على أن يجهز الأسطح التي سيتم طلاءها، أو يكون قادر على أن يجري تقييم للمخاطر، أو يحافظ لو في خاص بالتعليم التجاري يحافظ على السجلات المالية. أنا حابب برضو قدامكم بعض الأمثلة من كافة النوعيات. برضو مخرج تعلم تاني يجب أن يكون الطالب قادرا على أن لازم يكون لنا فيه فعل يخزن منتجات لحوم الدواجن. ده بالنسبة لمخرجات التعلم. عشان المخرج التعلم ده يتحقق لازم في ضوء معايير الأداء. يعني إيه معيار الأداء؟ معايير الأداء دي بتحدد الإنجاز المتوقع. تاني حاجة تشتق من المعارف والمهارات الموجودة برضو بإطار تصميم المنهج. يعني لازم يكون معيار الأداء ده في ضوء مخرج التعلم وبيشتق من المعارف والمهارات الموجودة بإطار تصميم المنهج. دي برضو بعض المعايير الأداء الموجودة قدام. يبقى هنا وضع معيار الإنجاز المتوقع، لازم معيار الأداء يعطي مزيد من المعلومات حول إيه بقى؟ ما يجب على الطالب القيام به عشان يبدأ يحقق مخرج التعلم اللي موجود. يبقى لازم معيار الأداء ده في ضوء معيار ستاندر ماين بيرفورمانس ستاندرز اللي احنا بنقول عليها، حول ما يجب على الطالب القيام به عشان يقدر يحقق بيه ايه اللي هو الاوتكمز ليرنينج اللي هو مخرج التعلم. الطالب يستطيع ان ايه بقى؟ قبل ما اخش في الشكل معيار الأداء لازم اعرف قواعد معيار الأداء. معيار الأداء دي بتتراوح بين من 3 أو 6 معايير، ده عادة ممكن يكون أكتر من 6 معايير بس احنا بنقول بيتراوحوا من 3، ما يقلش عن 3 وممكن يزيد عن يعني 6. ترتبط ارتباطا مباشرة بمخرج التعلم، يعني لازم يكون معيار الأداء مرتبط بمخرج التعلم ولازم يكون مشتق من المعارف والمهارات اللي في إطار تصميم المنهج. طبعا بتتضمن مهمة أو نشاط واحد بس، ما ينفعش يكون معيار أداء بيتضمن أكتر من نشاط. زي مثلا عندنا كده في الأهداف بتاع إما كنا بنيجي نصمم في الأهداف المعرفية بتاعتنا في إحنا كنا بنحضر الدرس أن يكون الطالب مثلا قادرا على أن ينظف الأسطح وكذا، لا لازم يكون بيحدد أو بيتضمن نشاط أو مهمة واحدة عشان أقدر أقيسه بعد كده. يبقى عندي هنا معيار الأداء من ضمن يبقى قلنا بيتراوح من 3 ل 6. تاني حاجة بيشتق من المعارف والمهارات. تالت حاجة بيرتبط ارتباط بسيطا بمخرجات التعلم ولازم يتضمن مهمة واحدة. تاني لازم حاجة مهمة جدا في معيار الأداء ان هي بتعطي دلالة واضحة على مستوى الأداء المتوقع، وده اللي احنا هنشوفه يجب انها برضو كلها تكون ضرورية. معيار الأداء مثلا زي ايه؟ لو انا جيت قلت زي المثال اللي قدامنا دلوقتي، يطهو ويقدم الأصناف بمستوى مقبول وذلك باستخدام طرق الطهي الصحيح، ده معيار أداء قدام. هل المعيار الأداء ده صح؟ أنا سامع الناس يعني معلمين أفاضل بيقولوا لي دلوقتي المعيار ده غير صحيح. بالظبط حضرتك أنت يعني ليه؟ اللي زي ما حضرتك أنت بتقول لي دلوقتي، لأنه هو شامل إيه مهمتين أو نشاط اللي هم إيه بقى؟ يطهو ويقدم، برافو عليه، يطهو ويقدم الأصناف بمستوى مقبول. يبقى إذن المعيار ده غير صحيح لأنه بيشمل على نشاطين أو مهمتين اللي هي الطهو وتقديم الأصناف. طيب أنا عندي حاجة كمان، معيار أداء يخزن الطالب، يعني قادر أن يخزن المواد يعني القابلة للإشتعال بشكل آمن وفقا للوائح الورشة. المعيار ده سليم ولا لا؟ بالظبط زي ما حضرتك بتقول سليم فهو صح. انما هنا لو انا جيت قلت
كلمة شلت وفق، لازم كلمة وفقا لازم أربطها وفقا للوائح الموجودة بالإيه؟ بالورشة. ممكن أقول يخزن المواد القابلة للاشتعال بشكل آمن فقط كده، وقف بس. يبقى هنا عندي المعيار الأداء ده مش كامل، يبقى لازم وفقا للوائح وفقا لحاجة. لو جينا بصينا لحاجة كمان من ضمن المعايير، يعمل بشكل، يعني أن يكون الطالب قادرا على أن يعمل بشكل مثمر مع أعضاء الفريق الآخرين. المعيار الأداء كويس ولا لأ؟ لو انا وقفت كده يعني المعيار زي ما قلت يبقى مش كامل، انما لو قلت وفقا للتعليمات كده اذا المعيار ايه؟ سليم. ده بالنسبه لكتابه وصياغه معايير الاداء. يبقى انا خدت دلوقتي ازاي اقدر اعرف او مخرج التعلم ودي اتكتب ازاي وصيغه ازاي، معيار معايير الاداء بتكتب ازاي وهي القواعد وشروطها. تالت حاجه هنخش فيها وهي أو ندخل فيها هي متطلبات أدلة التعلم. دول ثلاث حاجات أهم نتكلم عنهم، أنواع أدلة التعلم بقى أو متطلبات أدلة التعلم. متطلبات الأدلة دي بتحدد بشكل واضح الأدلة التي ينبغي على الطالب تقديمها. إيه اللي يثبت إن الطالب جدير؟ يعني لازم يكون في دليل ان هو الولد او الطالب ده يقول ان هو يثبت ان هو فعلا ان هو جدير. الادله دي لازم نعرفها، ليها انواع ومتطلبات. يبقى اذن المتطلب الادله ده لازم بتحدد بشكل واضح الادله التي ينبغي على الطلاب تقديمها لاثبات على انهم قد حققوا مخرجات التعلم او الوحده ككل على انهم ايه؟ جديرين. لازم تعطي معلومات حول نوع أو أنواع الأدلة التي أن يقدمها الطلاب. زي إيه بقى الأدلة دي؟ أنا عندي هنا في ثلاث أنواع من أنواع الأدلة، في دليل، دليل أداء، وفي دليل المنتج، وفي دليل التساؤل. طبعا دليل الأداء ده بيتم دعمه أو بيتم قياسه من خلال بطاقة الملاحظة. دليل التساؤل ده بيتم دعمه أو تم قياسه عن طريق الاختبارات التحريرية والاختبارات الشفوية أو الشفهية. الدليل المنتج ده بيتم دعمه من خلال بطاقة فحص منتج. الدليل اللي هو الأداء دي الخاص اللي بتكون عبارة عن في المهارات اللي هو هينفذها الطالب. بطاقة فحص المنتج بعد ما بيطلع الطالب المنتج بتاعه في الشكل النهائي هل وفقا للمواصفات معينة. الدليل التساؤل عشان لو خاطر في معرفة برضو أحابب أقيسها عن طريق اختبار تحريري او اختبار شفوي. دول ثلاث انواع من انواع الادله اللي هم قدامنا دلوقتي، المنتج والتساؤل والاداء. في عندي حاجه كمان، قسم ادله التعلم. يجب القسم ده بيقدم معلومات على انواع الادله التي يجب على الطلاب تقديمها. طبعا احيانا هتلاقي في وحدات البرنامج اللي مع حضرتك في حسب التخصص بتاع سيادتك لكل مخرج تعلم دليل. يعني ممكن يكون المخرج اللي هتلاقيه موجود ليه دليل اداء فقط، ممكن تلاقي فيه ثلاث ادله. يعني ممكن تلاقي فيه دليل اداء ودليل منتج ودليل تساؤل، ممكن تلاقي فيه دليل واحد بس. يعني على حسب بتكون مرتبطه بكل مخرج. ده بالنسبة لقسم أدلة التعلم. ينبغي أن القسم متطلبات الأدلة أن هو بيعطي تفاصيل حول ثلاث عناصر مهمة. إيه هي بقى؟ كمية ونوعية الأدلة اللي هم ثلاث حاجات، عدد مرات التقييم وده هنتكلم عنها، وشروط التقييم. دي مهم. أنا عندي هنا في إكزامبل بوضح مخرج تعلم خاص بدليل أداء أن الطالب تمكن من كل المتطلبات الخاصة بمعايير الأداء في مرحلتين منفصلتين. هنا بيتم إيه بقى؟ بيتم استخدام قائمتين ملاحظة للحكم على الطالب. أنا عندي الطالب هيقوم بمهمتين، كل مهمة منفصلة عن التانية. هنا هيتم استخدام كل مهمة أو كل دليل من الأدلة دي هيتم استخدام لكل بطاقة ملاحظة منفصلة عن البطاقة التانية. وزي ما وضح قدامنا دلوقتي، تاني حاجة بيتم الدعم أيضا بأدلة عبارة عن فيديوهات
وكان في صور فوتوغرافيه اللي بتثبت ان الطالب مثلا هو بيشتغل، او بيتم تصويره فيديو، او بيتم تصويره فوتوغرافي، بيثبت ان دي دليل ان الولد فعلا هو اللي قام بالمهمه دي بنفسه. وهنتكلم بعد كده ازاي اقدر اعمل اثبات اصاله للدليل ده عن طريق دليل التساؤل، ابدا اساله فيه. ثالث حاجه، حاجه مهمه، بيتم جمع جميع الادله داخل بورتفوليو اللي هو بنسميه اللي هو ملف الانجاز، لان ملف الانجاز ده اللي قلنا السي في اللي بتاعت الطالب نفسه ما يجي يتخرج هياخده، ده اللي هيكون فيه كل السجلات بقى والادله والداعمه والادله اللي موجوده فيها اللي بتثبت ان فعلا الطالب ده جدير. حاجه مهمه كمان عايزين نعرفها، الربط، زي ما انتم شايفين دلوقتي الربط بين معايير المهارات والبرامج المهنيه. الوظيفه عندي، انا عندي اللي هي الوظيفه اللي هي خاصه في ليها وصف وظيفي، وليها وكل وصف وظيفي ليه مجموعه من الانشطه الجوهريه، ده كله داخل بنسميه مثلا زي الدولاب اللي هو شامل بقى خدمه العملاء وحفظ السجلات والحجوزات، ده بنسميه كله البرنامج. يبقى انا عندي اما اجي اعمل البرنامج بيكون في ضوء عندي الوظيفه ووصف الوظيفه. طيب وصف الوظيفه دي ليه مجموعه من الانشطه، دي كل الانشطه احنا بنجمعها بتكون بنسميها ايه؟ البرنامج. البرنامج ده بيديني حاجه اسمها الواجب او الدوتي. الواجب ده بحوله الى ايه؟ طبعا دي بنسميه الواجب، ده هو عباره عن الوحدات، الوحدات اللي هي الجدارات بنسميها مخرجات التعلم. يبقى انا عندي الانشطه هي المقررات، وعندي الواجب هي الوحدات، وعندي الجداره هي مخرج التعلم. ده بيديني في الاخر اللي هي عباره عن جداره رقم واحد اللي هي مخرج التعلم رقم واحد، اللي هو ان يكون الطالب قادرا على 1 2 3 سواء كان معرفه او مهارات، دي بنسميها معايير الاداء. ده الشكل اللي قدامنا ببساطه بيوضح لي مكونات البرنامج، عباره عن مجموعه من المقررات، البرنامج عباره عن مجموعه من الوحدات اللي هي بنسميها الواجبات، الواجبات ديت او الوحدات عباره عن مجموعه من المخرجات، جداره واحد، جداره اثنين او مخرج واحد، ده بنسميها الجدارات دي عباره عن معايير الاداء. ده كله في بنك اسمه بنك الوحدات، زي ما احنا شايفين لتصليح مثلا السيارات اللي هتلاقي البنك ده في مجموعه من الوحدات عندنا، هندسه الميكانيكا، التبريد، السياحه، الزراعه، ده كله موجود عندنا في الجدارات. هنيجي بقى نختصر الكلام ده في مكونات البرنامج في الرسمه الموجوده قدامنا دلوقتي. يبقى هنا هنلخص الكلام اللي احنا قلناه، ان مجموعه المقررات دي بنسميها انشطه، كل مقرر عباره عن ليه مجموعه من الوحدات، الوحدات ديت لو انا جيت جمعتها ديت عباره عن اللي هي بنسميها الوحده اللي هي الواجبات، الوحده كل وحده عباره عن مجموعه من مخرجات التعلم، دي بنسميها الجدارات، كل مخرج تعلم عباره عن معارف ومهارات بنسميها معايير الاداء. يبقى معايير الاداء عباره عن معارف ومهارات، الجداره هي مخرج التعلم، الواجب هو الوحده، الانشطه اللي هي المقرر. طبعا كل مخرجات التعلم ليها أدلة إيه؟ تعلم. ببساطة ديت الإطار العام لأي برنامج دراسي موضح في السلايد اللي موجودة قدامنا. عايزين بقى نشوف شكل وحدة بشكلها مختصر. يعني إما نيجي نمسك برنامج أو وحدة، أول حاجة بتكون في الوحدة من بره هو عنوان البرنامج. طبعا لو هتكلم عن مثلا برنامج فني زخرفة او ديكور او اي برنامج من ضمن البرامج، هتلاقيه من بره خالص في صفحة الغلاف. احنا قلنا البرنامج ده هيكون عبارة عن مجموعة من الوحدات، الوحدة ليها عنوان، ليها كود، ليها مثلا زي ما احنا مثلا دلوقتي هنقول ليها مستوى، المستوى الثالث، يعني احنا في ثلاثة، وفي لو هي كان نظام 3 سنوات احنا بنسميه 3 سنين، نقول مستوى ثلاثة او خمسة، ولسه دي لسه هنشتغل فيها بعد كده ان شاء الله، نظام 5 سنوات هيكون ايه المستوى الايه؟ 5، على حسب يعني.
يبقى اول صفحه خالص هي فيها صفحه عنوان الوحده اللي هي وحده جداره مثلا، وليكن دهان الحوائط بالدهان المائيه والديكوريه ديت المستوى الثلاثه، ليها كود معين وليها رقم. الصفحه الثانيه هيكون عباره عن بقى مجموعه من المعلومات عن عنوان دي، احنا قلنا عليها خلاص المعلومات بقى ديت هتكون بقى ايه اللي خاصه بيها. طبعا هيكون فيها ملخص الوحده ان هي بتهدف الوحده لكذا، مخرجات التعلم، دي الجداره الموجوده اللي فيها جداره رقم واحد، جداره رقم اتنين، جداره رقم ثلاثه، او اللي احنا قلت عليها قبل كده اللي مخرج التعلم واحد مثلا، يدهن الحوائط بالدهانات الخشبيه، الجداره الثانيه اللي هو المفروض ينفذها الولد يدهن الحوائط بالدهانات المحببه، ثلاثه يدهن الطالب الحوائط بكذا، رابع حاجه يقيم اداؤه الخاص ويخطط لتحسينه. ده مخرجات التعلم. طبعا مخرجات التعلم ديت برضو ليها مجموعه من المعايير الاداء، وقلنا هنا تصميم المخرج التعلم عن طريق ثلاث حاجات. مرحله الاعداد، يعني احنا لو جينا لاحظنا الجدار رقم واحد او مخرج التعلم واحد ديت في الاعداد اللي هي الاسطح، تنظيف الاسطح مثلا، المخرج اثنين وثلاثه دوت الخاص بعمليه التنفيذ، المخرج رقم أربعة اللي هو يقيم أداءه دوت، دي بنسميه المراجعة والتقييم. وطبعا هنا في ملحوظة إن بتختلف كل وحدة عن الأخرى من حيث المراحل الإعداد والأعداد اللي هي الخاصة بمخرجات التعلم. الصفحة الثالثة بقى دي بتتضمن كل بقى مخرج تعلم لوحده أو كل جدار لوحده. يعني هنا هناخد بقى مخرج التعلم رقم واحد اللي هو يدهن الحوائط بالدهانات الخشنة. لكل مخرج تعلم دي ليه مجموعة من معايير أداء وليها أدلة تعلم وليها مصادر تعلم. يبقى أول حاجة هيكون لمخرج التعلم دي ليه مجموعة من المعايير الأداء، ولو احنا كنا فاكرين قلنا بتتراوح عدد معايير الأداء من 3 إلى 6 معايير. ولو جينا بصينا هنا مثلا للمخرج التعلم يدهن، ان يكون الطالب قادرا على ان يدهن الحوائط بالدهانات الخشنه، هيكون هنا معايير الاداء ايه؟ اول حاجه يحسب مساحه وتكاليف الدهانات، طبعا وفقا لكذا مثلا للمساحه بقى وفقا للحسابات كذا حسب بقى التخصص، عشان ايه دي عاوزه فني. يطبق وسائل الحمايه كذا، يجهز الادوات والمعدات اللازمه كذا، يجهز الحوائط للدهانات. دي طبعا دي كلها معايير اداء لازم الولد ايه يحققها، ينظف العدد والادوات طبعا وفقا لكذا، الامن والسلامه والصحه المهنيه. يبقى هنا لو جينا بصينا بالاحمر ده هنلاقي المعايير اداء هنا بتروح من 3 ل 6، بترتبط طبعا بالمخرج التعلم الموجود فوق، بتتضمن مهمه او نشاط واحد. ما ينفعش اقول ايه يطبق ويجهز، طبعا هنا لا، هنا كل المعايير وفقا لشروط وضع معايير الاداء اللي هي بتعطي دلالة على مستوى الأداء المتوقع من الطالب. قلنا لكل معيار من معايير الأداء، لكل معيار بقى ليه دليل تعلم. ممكن يكون دليل ده دليل منتج، ممكن يكون دليل أداء، ممكن يكون دليل تساؤل، على حسب بقى المنتج الموجود تمام، على حسب المخرج التعلم. فلو احنا جينا بصينا هنا قلنا دليل الأداء عبارة عن بطاقة الملاحظة بقيسه، بطاقة فحص المنتج دي بتدعم اللي هو دليل المنتج، الاختبار الشفوي أو التحريري ده دليل التساؤل. بيتم جمع الكلام ده في عن طريق ملف الإنجاز. الملف الإنجاز ده ممكن يكون ملف ورقي، ممكن عن طريق فلاشة، ممكن عن طريق اسطوانة سي دي، ممكن عن طريق الكمبيوتر. ده بيتم حفظ أو طرق حفظ طرق الحفظ الخاصة بأدلة التعلم للطالب. طبعا هيكون في غرفة موجودة في المدرسة، غرفة أو إدارة عمليات التقييم والتحقق الموجودة في المدرسة، بيتم حفظ فيها كافة السجلات وكافة الملفات الخاصة بالطالب فيها. يبقى هنا بيتم حفظ في الملفات في ثلاث وسائل مختلفة، قلنا عن طريق ممكن يكون بورتفولي ورقي، أو ممكن يكون فلاشة أو اسطوانة، أو ممكن يكون عن طريق جهاز الكمبيوتر. دي كلها اسمها أدلة التعلم ككل. قلنا لكل المعايير الأداء ديت ليها أدلة تعلم. تاني حاجة ليها موارد مطلوبة، ما هو الولد هينفذ التمرين ده أو هينفذ المهمة دي ازاي. فعندك في قايمة بتختلف هنا
المصادر باختلاف البرامج. يعني هتلاقي هنا مخرج التعلم واحد ومخرج التعلم اتنين ومخرج التعلم واحد ايه تلاتة، مصادر التعلم المطلوبة بقى. المخرج ده هل محتاج فيديوهات تعليمية؟ اه. هل محتاج ملصقات، او المخرج دوت هيكون فيه ملصقات وبطاقات وارشادات؟ ممكن مخرج التعلم واحد اه محتاج. في ادوات واجهزه، اه في ادوات واجهزه. بطاقات التقييم الذاتي، والله ممكن يكون محتاج او ما يكونش محتاج. هل مخرج التعلم ده محتاج الوان واكاسيد ومش عارف ايه، محتاج معجون، هل محتاج صنفره؟ يعني دي كلها اسمها الموارد المطلوبه لتنفيذ المخرج. دي عباره عن قائمه خاصه بالمصادر، ودي طبعا بتختلف باختلاف كل برنامج. يعني لو زراعي هيكون برضو طبعا الحاجات دي على حسب المخرج تختلف، او تجاري او صناعي، بس انا حبيت اجيب بس مثال عن التعليم الصناعي في برنامج فني زخرفة. في الخطوة الثامنة اللي بتشملها البرنامج هتلاقيها موجودة في الوحدات، حاجة خاصة بإرشادات للمعلمين بشأن مداخل التعليم والتعلم. دي طبعا معنية بتوضيح استراتيجيات التعليم او التعلم بكل مخرج تعليم. طبعا بتقول لي او بتعرف لي ايه هي طريقة طرق التدريس او الاستراتيجية اللي هيستخدمها المعلم لتنفيذ المخرج ده. وليكن مثلا هل هيستخدم هتكون موجودة اوريدي موجودة عندك في الوحدة، اللي كاتب الاستاذ اللي كاتب الوحدات هيكون كاتب لك ان اللي هيمشي مع المخرج ده استراتيجية تدريس مثلا اللي هي العرض العملي. وطبعا مش هنقدر نقيد حضرتك باستراتيجيه معينه، ممكن حضرتك انت شايف في استراتيجيه تانية تنفع. ديت حاجه دي بتتوقف على المعلم المبدع نفسه ازاي هيقدر يحقق مخرج التعلم للطالب باستراتيجيات تدريس مختلفه، لان انا ممكن من خلال مخرج تعلم واحد استخدم كذا استراتيجيه. يعني ممكن ابدا باستراتيجيه البراين ستورمينج العصف الذهني، ممكن ابدا ب استخدم استراتيجيات ما وراء المعرفه، استراتيجيات تدريس المحاضره، المناقشه، الحوار المناقشه، العروض العمليه لو الولد هيشتغل بقى بايديه، ابدا انوع في عمليه الاستراتيجيات بهدف ان اقدر احقق للولد الطالب الايه مخرج التعلم. في بعد ارشادات اللي هي خاصه بالمعلمين باستراتيجيات التدريس، في ارشادات خاصه باساليب التقييم، ان هو هيبدا يقيم. يعني هيكون كاتب له في الدليل المخرج ده لدليل تساؤل. وطبعا الادله دي موجوده جاهزه الاختبارات. في المراحل الجايه ان شاء الله هيكون في ان المعلم هيتم تدريبه على ازاي يقدر يصمم بطاقه ملاحظه، ازاي يقدر يصمم اختبار تحريري، يقدر يصمم بطاقه فحص منتج. بس هنا في حاجه مهمه برضو حابه انوع عنها، معايير الاداء ومخرجات الاداء ما ينفعش المعلم يتدخل فيها في اي شيء من الاشياء او يقدر يغير فيها. انما يقدر يغير في طريقه وضع اختبار تحريري اللي يقدر يقيم بيها الايه الدليل اللي هو دليل التساؤل بتاع الطالب، او اللي هي بطاقه خاصه بطاقه ممكن يشتغل في بطاقه فحص منتج او بطاقه الايه الملاحظه وفق معايير. انما ما يقدرش يلعب في معايير اداء ولا مخرجات، لان ديت هي ثابته في الوحدات دي ما يقدرش يغير فيها. في حاجه مهمه كمان اللي هي بالمرفقات. ايه يعني ايه مرفقات؟ دي كل ما يحتاجه المعلم او الطالب من مواد تعليميه يمكن استخدامها في التدريس والتقويم. دي اسمها مرفق. دي كل حاجه هيحتاجها المعلم او الطالب دي موجوده عندك في الوحدات من مواد تعليميه هيستخدمها بقى. ايه هيستخدم ايه في عمليه التدريس؟ قلنا دي استراتيجيه التدريس، هيستخدم اساليب كذا، في اختبارات فيها بطاقه ملاحظه، فيها بطاقه فحص، دي اسمها مرفق. في حاجه كمان اللي هي دليل الطالب. دليل الطالب ده بيتضمن شرح نظري للوحده، عباره عن نماذج الاختبارات، تمارين عمليه لكل مخرج. هتلاقي في حاجات خاصة كتيرة شاملة الوضع والوحدات، عاملين كافة كل ما يحتاجه من شرح نظري للوحدة هتلاقيه موجود في دليل الطالب، والخطوات اللي هيتم حضرتك هتشتغل عليها موجودة في دليل اللي هو الطالب موجودة. حاجة كمان بقى مهمة هنتكلم عنها بعد ما احنا اتكلمنا عن شكل البرنامج، اتكلمنا اول حاجة عن المفاهيم الخاصة بالمنهجية الجدارات، تكلمنا عن
المكونات البرنامج. هنتكلم في حاجة تالتة اللي هي خاصة ب ازاي اعمل خطة درس وفق منظومة الجدول. طبعا في الخطط اللي كانت موجودة قبل كده كان عنوان الدرس، الاهداف، العرض، الاطار النظري بتاعنا اللي هنشتغل فيه، بعد كده بنعمل اساليب التقويم. وطبعا قلنا اساليب التقويم لازم اجي اصيغ اعمل السؤال، لازم يكون في ضوء الاهداف اللي انا كاتبها فوق. الاهداف كانت في اهداف ما كن ان يكون الطالب مثلا، كنا بنكتب ايه، ان يكون الطالب قادر على كذا. طبعا دي الاهداف اللي هي بتاعت اسمها الاهداف التدريسيه. بعد كده غيرت بقت تسمى نواتج التعلم. طبعا لوضع النواتج التعلم ديت طبعا هي موجوده عندي في الوحده ما بتغيرش، انما كان في النظام التقليدي اللي احنا كنا شغالين بيه المدارس العاديه احنا كنا بنحط الايه الاهداف ديت. كنا بننوع طبعا في هدف معرفي، هدف مهاري، هدف وجداني، وطبعا ليها شروط ان احنا نقدر نقيسها ازاي، هنقدر نحققها ازاي. تعالوا بينا نشوف ازاي هقدر اخطط لدرس في ضوء منهجية الجدارات. اول حاجة في خطة الدرس اللي واضحة قدامنا دلوقتي بيانات الدرس، هنا باسم المعلم، التاريخ والفصل، اسم عنوان الوحدة، وعدد الساعات اللي هي خاصة بتدريس الوحدة. ديت يبقى أول جزئية خالص في بيانات الدرس أو في خطة الدرس، بنكتب البيانات الخاصة بينا والخاصة بالوحدة. اسم المعلم مين، التاريخ، الفصل، عدد الساعات اللي هي الخاصة بتدريس والوحدة. تاني خطوة اللي هي أو تاني من خطوات تحضير الدرس أو الجزء التاني، بنكتب بقى العنوان الوحدة. العنوان الوحدة ده بنفتح من الوحدة نفسها وتلاقي موجود الوحدة موجود اسمها ايه. طيب ايه هي مخرجات التعلم؟ ده برضو احنا بيتم احنا بنجيبها من اللي موجودة من الوحدة، مخرجات التعلم زي ما هي، ما بنغيرش فيها ولا بنلعب فيها خالص. عشان احقق مخرجات التعلم دي اللي هي مجموعه من معايير الاداء، بنقلها نقل برضو من الوحده بتاعتي موجوده زي ما هي. هنا بقى في جزء خاص باستراتيجيات التدريس. انا كمعلم هستخدم استراتيجيات التدريس اللي هحقق بيها مخرجات التعلم ديت ايه. والله زي ما انا قلت هستخدم العروض العمليه، هستخدم العصف الذهني، هستخدم الحوار والمناقشه، تمثيل الادوار، حسب بقى استراتيجيات، ما يعني اي استراتيجيه. احنا عندنا استراتيجيات تدريس كتير قوي، التعلم التعاوني زي اللي احنا نستخدمه عشان احقق المخرج ده لمجموعه من مصادر التعلم. ايه بقى المصادر التعلم المتاحه؟ كان بقى هنشوف بقى في فيديوهات، في عروض بقى عندي، على حسب بقى المصادر بتاعتي. الجزء الثاني بقى ده اللي بيتم كتابته من الوحده، حتى انا كاتب كده تكتب من الوحده زي ما هي موجوده بالظبط. هتلاقي في جزء خاص بالموارد المطلوبه، دي برضو من الوحده اللي هي خاصه بالمصادر التعلم. في جزء خاص باستراتيجيات التدريس. استراتيجيه التدريس ديت بقى اللي هيكون فيها عمليه التهيئه والعرض النظري وعرض العمل اللي احنا كنا بنكتبه قبل كده والممارسه، وابدا ايه انهي، وطبعا بكتب كل واحده ايه الزمن بتاعها. في كمان بقى هنا ايه عمليات التقييم، احنا هستخدم هل هنا ايه دليل اداء، هل هو هنا دليل المنتج، دليل التساؤل. طبعا لكل مخرج حسب اللي موجود في الوحده هيقول لي هنا موجود في ايه. الواجب المنزلي والانشطه اللي احنا بنتكلم فيه. في جزء خاص دي جديد خالص عن النظام القديم اللي هو التاملات الذاتيه، دي نقاط القوة اللي كانت عندي أنا كمعلم. ببدأ هنا أقيم نفسي كمعلم، أقول إيه المفروض اللي أنا كنت المفروض أعمله، أبدأ إيه نقاط القوة بتاعتي، إيه هي نقاط الضعف بتاعتي في الدرس، وأبدأ أكتب اللي هي التأملات دي. ببساطة خطة الدرس. يبقى هنا إحنا اتكلمنا في أربع حاجات النهاردة في حلقة النهاردة. اتكلمنا عن المفاهيم، الجدارات، اتكلمنا عن مكونات البرنامج الدراسي، اتكلمنا ازاي اقدر اشرح او اقدر اخطط لدرس وفق منظومة الجدارات. في نهاية الحلقة النهاردة انا سعيد ان انا موجود معاكم النهاردة، الدكتور السيد حامد.
بجد واتمنى يعني ان حضراتكم قدرت اوصل ولو يعني جزء بسيط عن مفهوم الجدارات ومفهوم البرنامج، وان شاء الله انا نلقاكم في الحلقات القادمة باذن الله على خير. خالص تحياتي والقلبية مني دكتور سيد حامد مدير الجودة بقطاع التعليم الفني. انا بشكركم على الوقت البسيط اللي متواجد معاكم، انا بشكركم شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.